يقول السائل أبو عمار: والدنا في الثمانين من العمر وهو ملقى على فراشه منذ زمن لا يتحرك، وباله وفكره يذهب ويجي، فضيلة الشيخ نذكره بالصلاة فيهز رأسه، هل علينا أن نوقظه للصلاة أو يكفي وهو على سريره؟ إذا كان عنده فكر وعقل أمره بالصلاة ويصلي على حسب حاله وهو على سريره، ويتيمم بدل الوضوء إذا كان الوضوء يشق عليه، ويصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان قد ذهب فكره هذا ليس عليه صلاة، لأنه لا يعقلها. نعم.